نحن اليوم بصدد القنبلة. هذا المكان يعتبر مكان غير ثابت لتجهيز القنبلة أو المرحلة الثالثة من القنبلة، حيث نستطيع أن نتنقل منه ونغيره من وقت إلى آخر حسب الضرورة الأمنية. هناك نموذج أمريكي بطبق الأصل لهذه القنبلة، قمنا بدراسة هذا النموذج وتصنيعه وفقا لهذا النموذج. وهذه القنبلة تشكل خطر كبير، حيث أن الضابط في جيش الدفاع قال أن القنبلة التي بحوض كتائب القسام تستطيع أن تقتل على مسافة أكبر من القنبلة التي مع جيش الدفاع الصهيوني. فالقنبلة هذه تعتبر سلاح خاص لكل عضو في كتائب القسام، حيث بحمد الله رب العالمين تم توزيع كميات كبيرة على جميع أفراد كتائب القسام في قطاع غزة. كم قنبلة بتصنع يوميا؟ هو لا تقاس الشغل يوميا، هناك نحن لنا مقدار معين نقوم بتصنيعه شهريا، ولكن لا نستطيع الإفصاح عنه. طبعا القنبلة مرت بمراحل تطور عظيمة جدا ومتواصلة وسلسلة كبيرة كانت، واشترك فيها عدة قادة عدة من المجاهدين مسؤولي كتائب القسام ومسؤولين في التصنيع، منهم القائد المجاهد حفظه الله محمد الضيف كاتب كتاب الشهيد عز الدين القسام، والشهيد المجاهد أبو بلال الغول عدنان الغول، والشهيد المجاهد المهندس يحيى عياش، وهناك الشهداء الكثر منهم ياسر طه وزهر النصار الذين عملوا على تطوير هذه القنبلة، حتى حيث أنها كانت في البداية مجرد قنبلة تعمل على عود الكبريت وتشتعل يدويا ولم تكن بالطريقة الميكانيكية أو الطريقة المتطورة التي نراها اليوم. إذا كان التصنيع المحلي يثبت إبداع الفصائل الفلسطينية في تكييف أدوات الصراع، فإن الأهم منه هو العنصر البشري والعامل الإنساني في القدرة على المواصلة والعطاء. ويبقى دائما أن ما هو أندر من السلاح من يحمله. دخلت النفق في الساعة 5 صباحا بعد صلاة الفجر مع أخي من صقور الفتح، ثم بقينا لغاية ما قبل المغرب، قمنا بالتفجير في الساعة 5:30 مساء، ثم انطلقنا إلى مكان البرج وقتلنا 7 جنود بالتأكيد. بمرافقة الإخوة الميدانيين في كافة التدريبات العسكرية أو الأعمال العسكرية المباشرة مثل إطلاق الصواريخ وإطلاق الهاون، يتم متابعة أو مرافقة الإخوة الميدانيين في هذا المجال، ويقوم الإخوة بتجهيز هذه المواد وإرسالها إلى وسائل الإعلام. بدأت إطلاق صواريخ القسام بشهر 6/2001، أطلق أول صاروخ لصاروخ القسام الذي كان يصل مدى إلى 1.5 كيلو، وبفضل الله عز وجل بعد 3 شهور أو 4 شهور في تاريخ 26/10/2001 أطلق صاروخ قسام 2، ومن ثم توالت الفصائل في السنوات الأخيرة في 2004 و2005 في إطلاق تلك الصواريخ الأخرى. هذا الصاروخ يأخذ جميع الأشكال الصاروخية، منها صاروخ يصل مدى إلى 2.5 كيلو، وصاروخ يصل مدى إلى 5 كيلو و700، وصاروخ يصل مدى إلى 8 كيلو، وصاروخ يصل مدى إلى 9 كيلو. تلك الصواريخ في هذه الدائرة مرت بمراحل كثيرة، منها أمور كثيرة أدت إلى معوقات، ولكن بفضل الله عز وجل تم تجاوزها وتم تقنية الصاروخ إلى أن يستطيع لأن نستطيع بتلك الجهاز الوصول إلى مدى لا نستطيع الإعلان عنه رسميا إلا في الوقت المناسب بإذن الله عز وجل.
كل المعطيات تشير إلى أن دوائر التصنيع الفلسطينية في طريقها لتطوير صاروخ أطول مدى وأكثر دقة وأكبر تدميرا، وفي حين لم تفلح كل الوسائل المتقدمة في منع سقوط الصواريخ البدائية على إسرائيل، فإن انطلاق صاروخ القسام من الضفة الغربية بات موعدا أكيدا في أجندة الأيام القادمة. الله أكبر. صاحب فكرة الصواريخ هي بداية هي من أخونا الشهيد نضال فرحات وأخونا الشهيد تيتو مسعود. هذا إن شاء الله، إن شاء الله القسام واحد، إلا إذا كان إخواننا قسام واحد ولا عز الدين واحد. قسام عز الدين، إلا إذا إخواننا ارتأوا اسم ثاني فإحنا تحت تحت المشروع إن شاء الله. نضال صنع الصاروخ من لا شيء، يعني كنا نضحك عليه لما نجاب الصاروخ، سنضحك عليه. يعني مشاريعه الجهادية كانت كبيرة جدا الحمد لله، من أول ما بدأ لا آخر ما انتهى بالصاروخ. أول ما بدأ بالحجر هو وانتهى بالصاروخ رحمة الله عليه، وكان يعني في أشياء ثانية كان بخطط إلها اللي هي الطائرة هذه اللي استشهد يعني من خلالها. كان يعني في أمور كتير بطمح إلها، وفي أمور كتير كان في باله برضو أنه يحققها لو يعني عاش. بداية كان قاذف الأربجية في قطاع غزة عندما تشتري هذه القطعة كان يكلفك $20,000، $14,000 أردني، لكن اليوم أصبحنا نصنع هذا القاذف بأيدينا، أصبحنا نصنع القذيفة أيضا بأيدينا بفضل المولى عز وجل. معلومات خاصة عن الياسين. قاذف الياسين مداه أكثر من 200 متر. القذيفة لها القدرة على اختراق التحصينات وتخترق أكثر من 16 سنتي في الحديد الصلب. إحدى المرات في اجتياح الوسطى جاءت الدبابة الأولى فتم ضرب القاذف الياسين فتعطلت على مكانها، جاءت الدبابة الثانية فتعطلت وبفعل ضربة بقاذف الياسين، ثم جاءت الدبابة الثالثة، كل ذلك كان بسبب قاذف الياسين. في مصانع القسام العسكرية ورغم تواضع هذه الأسلحة أمام أعتى آلة حرب في المنطقة، إلا أنه يحسب للجهاز العسكري لحركة حماس هذه النقلة النوعية في امتلاك القوة. يوما ما كان أعضاء كتائب القسام يتناوبون على مسدس قديم صغير، أما اليوم فمصانعهم المحلية تنتج وتطور وتوزع بالمجان على الفصائل الفلسطينية الأخرى. بدأت صناعة العبوات من بداية الانتفاضة المباركة، انتفاضة الأقصى المباركة، كان من أوائل هذه النماذج هذه العبوة التي كانت تحتوي على 40 كيلوغرام من المواد المتفجرة شديدة الانفجار، وتم تطوير هذه العبوات بسلسلة من العبوات الأخرى، هذه الثانية ثم الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة، إلى أن وصلنا إلى آخر عبوة وهي عبوة شواظ. هذه العبوة تحتوي على 3.5 كيلو من المواد المتفجرة شديدة الانفجار. الآن بإذن المولى سنقوم بتجربة تفجير عبوة شواظ في حديد سمكه 45 سنتي، في عندي 9 قطع، كل قطعة سمكها 5 سنتيمتر، المسافة بين العبوة وبين الحديد 60 سنتيمتر تقريبا. هذه هي الآن نتيجة الانفجار، تم اختراق طبعا 7 قطع بشكل كامل، وهذه القطعة الثامنة أيضا تم اختراق جزء كبير منها، بيكون نتيجة الاختراق تقريبا 38 سنتيمتر. وطبعا بيهيئ هذه العبوة لاختراق دبابة المركبة. من وين بتجيبوا فلوسكم؟